وصفتنا لليوم غنية بالحديد والبروتين، سبانخ باللحمة. شوف كيف، سلام عليك أبو العز. عندي أوصال لحم عجل أحمسها مع الزيت، وبعد ما تتحمر اللحمة ضيف البصل، فلفل أسود، مية مغلية، وأقفل عليها لين تستوي اللحمة. عندي سبانخ هنا أنقعها بموية وخل عشان أتخلص من الأتربة والحشرات. وبعد ما نظفت السبانخ ونقعتها بشكل جيد بالموية، نقطعها بهذا الشكل. بعد ما استوت اللحمة أضيف مكعب مرقة لحم، الآن أضيف السبانخ، وأضيف ملعقة رز مصري عشان النشا اللي في الرز يثقل المرقة، وآخر شيء أضيف البليلة، وأقفل عليها تتطبخ نص ساعة. أحمس شعرية مع السمنة إلين كل لونها بني غامق كده معايا، وأضيف الرز المصري، أملح وأضيف الموية، أقفل عليه لين يستوي. بسم الله، يا سلام.